المراقبون الجويين ممنوع يديروا الاضراب. وفي بعض المقاولات اش كيفرض؟ خصك دير جمع عام، انت كنقابه دير جمع عام، دير جمع عام لذاك المنخرطين، ثلاث ارباع خص يصوتوا ثلاث ارباع على الاضراب. وهذوك ثلاث ارباع ماشي غير يصوتوا يمشيو بحالهم، لا، يمشيو يديروا عريضه الاسم الكامل رقم البطاقه الوطنيه التوقيع دائره الاضراب. يعني كيعطي واحد الحق المشغل واحد الهامش للمناوره باش للتهديد للترهيب. لذلك قلت من البدايه ان هذا الخليط وهذه الخلطه ما يسمى بمشروع 1597 تنظيم الاضراب ما هو الا تحالف بين الباترونه والحكومه لتبخيص العمل النقابات ولضربها وللاجهاز على هذا الحق اللي هو حق مشروع ولن تتنازل الكونفدراليه ضربه الشغل ومعها الهيئات اللي هي حيه ومناضله ومكافحه مع جميع الفضلاء انه يكون واحد الضغط ويكون واحد الاحتجاج من اجل انه نضمنوا هذا الحق اللي هو مضمون ولا تنازل عليه وماشي غير حق دستوري، حق كوني بامتياز. والمساله اللي قلتها سي سعيد ديال قبيله التنسيقيات، الذي افرز التنسيقيات هي الدوله ومعها الحكومه بعد ان بخست العمل النقابي واجهزت على مجموعه من المطالب اللي دفعت بها النقابات لسنوات طوال. لذلك انك لقاو كل مطلب من المطالب كيفرز لنا واحد تنسيقيه، رغم اننا ما كنبخصوش العمل. انا شخصيا لا لن ابخص العمل ديال التنسيقيات، معارك بطوليه قاموا بها من اجل المطالب اللي هي عادله ومشروعه، وخاصه في الدفاع المدرسه العموميه والدفاع على الصحه الى اخره. ولكن كنقولوا فاش كنجيو للمربط الفرس كنقولوا من اضعف النقابات ويحاولون اضعافها اكثر وافراغها من محتوى اكثر هي الحكومه ومعها الدوله وباقي المتواطئين معهم في السر والعلن.